السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل. أستاذنك في سؤال. سل. امرأة عندها ولدان وبنتان. طيب وبعد؟ الولدان مرة بظروف مادية فأعطت كل واحد منهم مبلغا من المال مساعدة. كم، كبير ولا صغير؟ هو بالتقريب يعني مبلغ وسط. يعني فهل يعني هل يعتبر من العطية بحيث تعطي البنتان بنفس المبلغ؟ لا، يعني هل هي هبة مسببة ولا ايه بالضبط؟ أيوة، الولدان مرة أحدهما مر بحادثة في السيارة التي يملكها فأعطتها مبلغ لكي يصلح السيارة، كم يعني؟ كم؟ حوالي 10,000. لا يلزم في مثل هذا العدل. نبي، نعم، لا يلزم العدل في مثل هذا، لأن هذه يلزم العدل. لا يلزم فيها العدل، هبة مسببة. إذا كانت هبة مسببة لفضل لا يلزم فيها لا العدل. يلزم فيها. واحد أب له ابن، الابن عمل حادثة، كسر الابن، كسرت سيارته، أعطاه شيئا مواساة، لا إثم عليه. شكرا. جزاكم الله خير. وياكم.